السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كتاب فك العمران تخطيط المدن. اهتم الإسلام بتخطيط المدن ونجد أن شكل المدينة اختلف بدخول الإسلام، بل من أول عام بالمسجد وشق الطرق حوله وأقام سوق، ونجد رسائل للفاروق عمر إلى ولايته يخطط فيها المدينة الجديدة، الأمر الذي دفع مثل جوتاين إلى الإرشاد بفضل المسلمين في اتخاذ المدن وتشييد المراكز العمرانية. وإنما أحدثه الإسلام من مظاهر التمدن يعتبر ثورة في تاريخ التمدن العالمي. وأشاد لومبارد باهتمام الإسلام بالتمدن وظهار التمدن الإسلامي مقارنة بعصور التمدن السابقة عليه. وخلص بنت إلى أن الإسلام دين تمدن وله دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلا في المدن. وأكد سبنسر على انسحاب السمة الإسلامية على المدينة الإسلامية من عصورها المبكرة حتى العصر العثماني. وأكد على أن إنشاء المدن كان من مظاهر تمسك المسلمين بدينهم الفريد في خصائصه. يقول جهل في هذا الصدد إن علاقة الإسلام بالمدن تمكن من تقديم صورة واضحة حول الأبعاد الثقافية لوظائف العمران ومدى تقارب الديانات الموحدة الكبرى، بحيث أن المدينة كانت تشكل بالنسبة لهم القاسم المشترك عبر القدس وروما والمدينة. كل ديانة تحمل حس الجماعة والتعاون القيمي بين الأفراد والجماعات، كل هذا شكله عنصر المدينة. فلو لم تكن للإسلام تلك النزعة في السيطرة وتأسيس الإمبراطورية الكبرى تكون دعمته المدينة لتراجع التطور الحضري مع فول الإمبراطورية الرومانية. وسمى المتوكل هذه المدينة الجغرافية، واتصل البناء من الجعفرية إلى الموضع المعروف بالدور ثم بالكرخ، وصر من رأى مادا إلى الموضع الذي كان ينزله ابنه أبو عبد الله المعتز، ليس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع لعمارة فيه. فكان مقدار ذلك 7 فراسخ، وارتفع البنيان في مقدار سنة. وجعلت الأسواق في موضع معتزل، وجعل في كل مربعة وناحية سوقا، وبني المسجد الجامع. وانتقل المتوكل إلى قصور هذه المدينة أول يوم من المحرم سنة 47 و200. فلما جلس أجاز الناس بالجواز السنية، وصلهم وأعطى جميع القواد والكتاب ومن تولى عملا من الأعمال، وتكمل له السرور وقال: الآن علمت أني ملك إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها. من كتاب البلدان لأحمد ابن إسحاق. ومن أفضل المدن ما كانت معروفة حدودها وأهلها مغلقة على نفسها، فنجد بها التزاما أخلاقيا أكثر من المدن المنفتحة. وهذا ملاحظ على مر التاريخ أن المدن والحارات التي بها أبواب تغلق أكثر انضباطا وأمنا. فمثلا نجد في دمشق أبوابا مثل توما والشرقية، والقاهرة كان بها أبوابا تغلق ليلا. وبعد أن سكن الحجاج مدينته الجديدة، أسكن إلى جانب جنده الشامي مجموعات أخرى من السكان العرب من وجوه أهل البصرة والكوفة. كما كان الحجاج لادى أحدا من أهل السواد يبيت بواسط إذا كان الليل خرجوا عنها ثم يعودون بالغداة في حوائجهم، كما أنه جعل على كل باب من أبواب المدينة حرسة، فإذا كان المغرب رجع من كان خارج المدينة وخرج من كان بالمدينة من أهل السواد. وبذلك حرم على الغرباء المبيت داخل مدينته، حيث كان عليهم أن يتركوها قبل إغلاق أبوابها عند المغيب. إن هذه الإجراءات التي اتخذها الحجاج في مدينة وسط ما هي إلا دليل على اهتمامهم بأمن وطمأنينة سكانها. وسكن المهدي وعسكره بالمهدية، وأسكن العامة في زويلة، وكانت دكاكينهم وأمرهم في المهدية وبالزويلة مساكنهم. فكانوا يدخلون بالنهار للمعيشة ويخرجون بالليل إلى أهاليهم. فقال المهدي: إن رعاتك في عناء من هذا. فقال: لكن أنا في راحة، لأني بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم، وبالنهار أفرق بينهم وبين أهليهم، فأمن غائلتهم خيانتهم. وفي أول حديث لمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اصطلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منه أحدا. فكان ذلك دليل على أن المجتمع كله يعرف بعضه بعضا. دي خريطة للجزيرة العربية، المدينة خيبر، دومة الجندل، مكة، جدة، ودولة الغساسنة. هل يلزم العمل بتخطيط المدينة المنورة؟ هل لازم ان احنا ناخد التخطيط ده في كل مدينة على اساس انها مدينة اسلامية؟ لا، في كل مدينة وكل بناء قد يكون له احتياجات خاصة او يناسبه ما لا يناسب مدينة او بناء اخر. تصميم المدينة المنورة هو مرجع ننظر اليه ناخذ منه ما يناسب المدينة الجديدة ويناسب جغرافيتها. فالمدن كانت مختلفة حسب الحاجة، مستطيلة كالفسطاط او مربعة كالقاهرة او بيضاوية كصنعاء او دائرية كبغداد. ده شكل من الاشكال للمدينة المنورة زي بغداد.
والأفضل الدائري لأن محيط المساحة الدائرية محدودة يقل عن محيط مثيلتها التي تأخذ شكل مربع بنسبة 11.27%، لكن الظروف الجغرافية كثيرا ما تعوق شكل دائري فهو شكل مقدس عند اليونان، وبنيت المدينة مدورة لئلا يكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منه أقرب منه إلى موضع آخر، وجعل أبوابها أربعة على تدبير العساكر في الحروب، وعمل لها سورين، فالسور الداخل أطول من السور الخارج، وبنى قصره في وسطها والمسجد الجامع حول القصر. يقول الجاحظ مادحا الشكل الدائري للمدينة: قد رأيت المدن العظام والمذكورة بالإتقان والإحكام، لم أرى مدينة قط أرفع سمكا ولا أجود سبارة ولا أنبل ولا أوسع أبوابا ولا أجود فصيلة من الزوراء، وهي مدينة أبي جعفر المنصور كأنما صبت في قالب وكأنما أفرغت إفراغا. أهم المدن: مدينة البصرة أسست كمعسكر حربي سنة 14 هجريا 634 ميلادية، وأسسها عتبة بن غزوان بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، خطت المسجد الجامع نواة لها وبجواره دار الإمارة، واقتطعت القبائل خطتها بجوار المسجد وخططت بها الشوارع أكبرها عرضه 60 ذراعا ومساوئ من الشوارع 20 ذراعا، وجعلوا عرض كل زقاق 7 أذرع، وجعلوا وسط كل حي خطة رحبة واسعة لمرابط خيولهم وقبور موتاهم، وكانت المنازل من القصب. ثم تطورت البصرة واتسعت في ولاية أبي موسى الأشعري الذي نظم الأحياء وقسمها بين القبائل، وبنى دار الإمارة والمسجد الجامع من اللبن والطين، وأمر بحفر نهر الأبلة لنقل الماء العذبة إلى السكان، وقسام عبد الله ابن عامر في تطوير البصرة 525 ل 36 هجريا، فقد أسس في المدينة الأسواق، وكون البصرة مركزا إداريا هاما يرتبط فيه البحرين يوم تم فتحه من بلاد فارس، وصارت المدينة غنيا بما يصلها من غنائم الفتوحات، فهاجر إليها كثيرا من الناس لطلب الرزق والعيش. وقد طورت البصرة في عهد زياد بن أبيه اللي جه بعد الحجاج الذي بنى فيه دار الإمارة والمسجد من الأجر والجص، كما أعاد تقسيم المدينة إلى 5 أخماس في كل خمس مجموعة من العشائر التي تنتمي إلى قبيلة واحدة، على كل قبيلة رئيس مما يسهل عليه إدارة المدينة، وبنى فيها سوقا كبيرا سماها سوق الرزق. مدينة الكوفة: الكوفة كانت معسكر حربي منذ سنة 17 هجريا، وأسسها سعد بن أبي وقاص، وحدد اتساع شارعها الرئيسي بأربعين ذراعا، أما الشوارع الفرعية فحددها بثلاثين ذراعا، وحدد الأزقة ب7 أذرع، وأنشأ المسجد الجامع وسط المدينة وبجواره دار الإمارة، وقسمت الأحياء بين القبائل وزرعت المساجد في خطط القبائل، وكان لكل قبيلة مقبرتها المعروفة، أما سوق الكوفة فكان ساحة فارغة من البناء. مدينة الفسطاط وبقت كذلك حتى عهد هشام بن عبد الملك، عندما قام عمله على الكوفة خالد القصري بإنشاء الأسواق على هيئة معمارية جديدة تشتمل على حوانيت سفلية ومساكن علوية للسكن، وصار تخطيط الفسطاط على نفس النمط للمدن السابقة، فقد أسسها عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سنة 21 هجرية. وكان عمرو يحفظ يرغب في أن يسكن الإسكندرية، ولكن الخليفة عمر أمره أن يبني في موضع لا يفصل عنه ماء نهر النيل، فاختار الفسطاط شرقي النيل، فاختط في الموقع المسجد الجامع ثم سوق، ووزع الخطط بين القبائل، ومن هذه الخطط خطة أهل الري وخطة أهل الزار وغيرهما، والخطة هي حي السكنية. بدأت الفسطاط كبيرة في عمرانية حتى بلغت 47 خطة عند إنشائها، وتركت حرية تقسيم الخطط في كل خطة إلى أفراد القبيلة كما حدث في البصرة والكوفة، وكان لكل خطة ساحات فضاء ورحاب. ومع استمرار حركة الفتوحات الإسلامية ودعم هذه المدن بالجيوش، حدث النمو الطبيعي في مدن الأمصار، وبذلك سدت الحاجة إلى المساحات التي تسعى لهذه الزيادة السكانية المتبعة، فتلاصقت الخطط. وقد طورت المدن سالفة الذكر في تحولات بمرور الأيام من مجرد معسكرات حربية إلى مدن ذات معايير واضحة، فمع انتشار الإسلام زاد عدد المسلمين من غير العرب وأصبحوا جزءا من نسيج المدينة وتكوينها، وزاد عددهم وشاركوا في الفتحات الإسلامية، وقد عمل بعض الموالي في إدارة الدولة